شكرا سيد المستشار. بالنسبه للقضيه ديال النقاط السوداء بالنسبه للطرق الوطنيه، في الواقع بالطبع ان تعرفوا شبكه الطرق ببلادنا عده مقاطع اللي هي تتراكم فيها العديد من الحوادث السير، وبعض منها مع الاسف تتكون مميته. وفي هذا الاطار فوضعنا واحد الاستراتيجيه مع الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه، الهدف ديالها وهو تسريع وتيره اصلاح عدد المقاطع الطرقيه الخطيره والحد في عدد من النقاط السوداء. وحددنا واحد 340 نقطة سوداء، وهذا تطلب منا بالطبع معالجة المحاور الاستراتيجية الخطيرية، ومن جهة أخرى كذلك معالجة النقاط السوداء الموزعة على باقي الشبكة الطرقية. واللي أساسي في هذا الإطار وهو التدخل السريع باش يمكننا نتجاوزوا هذا الإشكال. غير بالنسبة لهذه السنة فاحنا قمنا بعملية ديال حل الإشكالية بالنسبة ل 15 نقطة سوداء اللي بالنسبة لسنة 2023، وإن شاء الله غنواصلوا في هذا بسرعة وهذه العملية في المستقبل. شكرا.